رح نتابع محطاتنا ودكتور كرم صار معنا ليخبرنا أكثر عن فوائد البروبيوتيك بلس لجسم الإنسان. دكتور كرم صباح الخير. صباح النور. الموضوع بهم كل الناس لما منقول فوائد بروبيوتيك بلس لكل أو لجسم كل إنسان، قديش هذا الشيء فعلا بينطبق على كل بينطبق على كل الأشخاص، وقديش فعلا هالشيء بنقدر نحصل عليه بأي طريقة من خلال تناولنا البروبيوتيك بلس؟ شوفي غدا، بس نبلش غيدة. ما بيزبط الذاكرة غيدة إيه لا لحظة، بس بروبيوتيك بلس ما بيزبط الذاكرة، لا بروبيوتيك بلس ولا المومنتوم أنتي ستريس ولا أي شيء بيزبط لي أنا ذاكرتي بالأسامي. ما هيك ما بيأثر. أنا وغدا واحد ياما مرات بسأل نفسي طيب شو اسمه هالشخص اللي أنا بعرفه، كانه بده يروح الاسم برجع بتذكر، فبرجع بقول لك غيدة تسلمي لي انت، الله يخليكي، واسمك حلو تسلم. ويمكن كمان قريبتي اسمها غادة وبحب كمان اسم غادة. قول انا وغادة واحد، قريبتي شريكتي هيديك. بس لازم اتعلم اعطيكم الاسم المزبوط. لو بتشوفي كنت سمي رولا كارين وسمي ما بعرف ميراي ناتالي، طلع لي اسامي غريبة. اسامي بعيدة كتير. بيعرفوني بالبيت، بيمزحوا معي بهالشيء هيدا، ولادي زوجتي بقولك شو عم تسمي للزلمه هيك، خلص بيطلع الاسم قبل ما اكون مفكر. فبنقول لهم اذا فاكرين انه بروبيوتيك رح يحسن لكم ذاكرتكم، انسوا الموضوع هلا. من هيك ركزوا على الفوائد الثانيه. من هيك ولا مره حكيت عن فوائده بالنسبه للذاكره، لكن نشكر الله. نشكر الله بدون مبالغ، الفوائد عديده. اليوم حابب اكد للناس انه حديثنا عن البروبيوتيك بلس رح بيكون عطول غير ارتجالي، رح بيكون عطول من معلومات موثوقة. ولو ما كان هيك ما كنا بقينا 20 سنة نطلع على الناس. صح، ما فيك تطلي 20 سنة على الناس وانت عم تحكي اللي بدك اياه. بدك تحترمي المؤسسات الموجودة، العلم، بدك تحترمي حالك وتحترمي الشخص. انا كيف معقولي، انا بيني وبين نفسي، كيف معقولي اجي اقعد معك 10 دقائق ربع ساعة وعم بحكيك يا حكي من عندي؟ بعدين اما كان الواحد مهما شو اسمه بده يتساءل، هل انا باقي؟ حتى نروح بجديه على الموضوع، لانه البكتيريا اساسيه، ولما الطب وجسم الانسان وكل شخص وكل مسؤول عن الصحه يتعرف على اهميه هالبكتيريا ما عاد في عنده أي شك بأصول ومنفعة البروبيوتيك بلس لإله، لأنه البروبيوتيك بلس هو فقط بكتيريا صديقة. بهالكبسول حطينا كل شيء بروبيوتيكس وما حطينا شيء تاني. ليه؟ لأنه لما بدك تعطي قيمة للذهب بتعطيه 24 كارات، ما بتعطيه 23 21، بتعطيه قيمته بكامله. نحن اغلى من الذهب البروبيوتيك بلس، اغلى من الالماس، لانه شو بدي بالذهب كله والالماس كله اذا صحتي مش مليحه. صحيح. هلا ليه البروبيوتيك بلس بده يعمل مفعوله عند الشخص؟ ليه؟ شو هو يعني عجايب؟ يعني نحن بنعرف علاقه الجسم بالغذاء، علاقه طب الغذاء وعلم الغذاء اليوم ساعد كتير مرضى وأطباء مع تعليمات الطبيب كيف يطلعوا من مشكلة معينة بفضل الحمية، بفضل الدايت. ما في مستشفى بالعالم اليوم ما في دايتيشن أو نوتريشنست. ليه؟ لأنه الغذاء هو أساسي لصحة الإنسان. أكتر ما في بالغذاء أهمية هو البروبيوتكس، البكتيريا، لأنه البكتيريا لازم تجينا من الغذاء. أكتر من هيك لازم تجينا من الجو اللي بحيط فينا، بنبلعها البكتيريا، بتجي بالهواء، ولازم تجي من المي اللي بنشربها. اي متى بنوقف ناخذ بكتيريا او سبلمنت، بنعمل لها سبلمنت يعني ناخذها بكبسول، لما كل المحيط اللي بحيطنا ما في تلوث، لما بنعيش على راس الجبال، لما ما عاد بكون في عندنا ستريس،
ايه، ولما كليتنا بنزرع اكلنا بايدنا وبناكل من هالزرع. هذه المدينه الفاضيه اللي هيدي دكتور كرم، من هيك ما ببالغ، ما عم ببالغ لما اقول ما فينا الا ما نستفيد وما نشعر. بده يشعر الواحد ما عم تاخذي فيتامين ليبين، ما عم تاخذي مثلا اوميجا 3 او بتاخذي فيتامين معين. ما عندي ضد، بالعكس انا اكثر واحد بياخذ اوميجا 3 ايه. وبعطي لوالدتي وبعطي اهل بيتي وبوصف لاولادي، لكن اللي عم بقوله ما راح يكون الموضوع مثل اي فيتامين، لانك راح تشعري بالتغير، راح يحصل تغير. هلا انتبهي لي، في حالات بيقولوا لها رده الفعل كأن الواحد عم بيطلع من المشكله، يعني مثلا بناخذ بروبيوتيك بلس بصير في عندنا نوع من الدياري خفيفه او انزعاجات، او بعض الاحيان بصير في نوع من الامساك. هيدي الحالة، هيدا مش ردة فعل سلبية، هيدي الجسم عم بيطلع من المشكلة. هيدي إلها اسم طبيب اكتشفها، كيف الجسم بيعمل الحالة حتى يبرهن إنه صار في عمل. بس هيدا منه سلبي، هيدا كتير إيجابي. يعني مثل واحد بيكون معود يشرب كل يوم شوية قهوة، فنجان فنجانين، بقول أنا خلص والله قررت أقطع القهوة، ببلش الوجع راس يضربوه أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، صح. أو عادات تانية، انقطاعه عن الكافيين مباشرة. إيه صحيح، عم بيطلع من المشكلة، مش عم بيعمل له مش الانقطاع القهوة عم بيعمل وجع راس. الجسم عم بيتحسس هالأوجاع لأنه عم بيطلع من مشكلة كان الكافيين عم بيعمل له إياها. إذا نحن اليوم لما تصير بعض الأحيان بصيروا الناس يقولوا لي عم بينزعج، عندي انزعاج، لأنه المصران كان كسول وبلش يحرق. يعني مثل كأنه واحد راح يعمل رياضة، حب هالساعة الساعتين اللي عمل فيهم رياضة، انبسط مدرب معه أو مش مدرب معه، رجع على البيت أخذ حمام عم عضل جسمه ايه. كله. طب الرياضة نزعت له جسمه؟ لا، بالعكس، الإفادة من الرياضة عادت ردة الفعل أنه عضل، يعني اشتغلت العضلات البروتين. هيدي القصة، مش هيك بيقولوا انه ما لازم واحد يوقف، يعني لازم واحد يتابع لما يحس حاله معضل. اوكي، ما يحس حاله انه لا خلص انا عضلت ما بقى بدي كفي. افضل نكثف بالبداية، صح، على طول على طول على طول بعطي هالحالة. ليه؟ لانه الخمائر عرفت كيف تسكننا، البارازيت عرف كيف يدخل، الطفيليات والفطريات بتعرف كيف تاخذ هالمكان، خاصة انه هالمكان معتم رطب 37 درجة ونص، يعني مهيئ لهالخمائر لتكون عايشة وتكاثف. إذا نحن شو مطلوب منا؟ نحن مطلوب منا نجرب، نعمل التجربة، والتجربة هي أكبر برهان. بناخذ البروبيوتيك بلس بطريقة طبيعية، ما عنده أي ردات فعل سلبية. هيدي كنا نعرفها من 23 سنة، اللي كنا نعرفه من 23 سنة لما أول مرة حكينا عن البروبيوتيك بلس كنا نعرف انه سيف امن، ما كناش نعرف فوائده العديده. وكنا نعرف انه هو رائع للنفخه. من هيك عملنا سلوغان اول ما نزلناها بال 97، فونتر بلا كيلكو سوا فوتر بوا، انه انت رح بيكون عندك فونتر بلا شو ما كان وزنك، 100 كيلو ولا 50. شو بيعني؟ بيعني هالجهاز الهضمي المرتاح. هيدا كنا اكيدين منها، بس اكيدين اكثر من سيفتي، آمن أيه. لجسم الإنسان. اليوم عندنا كتير معلومات بتروح أبعد من هيك، أهميته للمناعة، أهميته لكل مرضى الجهاز الهضمي، وخاصة الناس اللي عم بيعانوا من كرونز ديزيز، من مشاكل IBS IBD، من مشاكل الألسيرتيف كوليتس. ليه؟ لأنه هالبكتيريا بذكاء الطبيعي بالإنستينكت غريزتها رح بتروح تسكن هالمصران وتقوم بأعمال جبارة للجسم حتى تساعده على قضاء حاجته. إذا هي انخلقت لتنوجد فينا، قلتها المشكلة مش زيادتها. ايه. لأنه فيما لو زادت بين بين بينها، فيما لو أخذنا دوز كبيرة رح تتنافس بين بعض، رح تتنافس بين بعض، وبالنهاية في بكتيريا اسمها ترانزاينت، يعني ما بتبقى بجسم الإنسان، بالمشوار اللي بتعمله من الفم للمخرج بتشتغل شغلة ما بتبقى، لكن في بكتيريا نشكر الله تتمكن انه تستوطن وتعيش وتتكاثر بجسم الانسان. وهذا اللي بيخلينا عايشين. لو ما عندها مقدره هالبكتيريا اللي اخذناها، بيقولوا لي اي عمر بنقدر نعطي للشخص بروبيوتيك بلس؟ دخلك باي عمر بلش هو ياخذ؟ هو بيكون الطفل الجنين ببطن امه
معقم كليا المصران عنده، هو وطالع بالكنال الطبيعي بلش ياخذ بروبيوتكس، هو وطالع بالكنال الطبيعي واكثر كميه بياخذها من ثدي امه. اي متى بنقدر نعطيه؟ اي وقت، بس لانه على طول بالاشياء بنروح نحو الطفل بامانه اكثر. الام بتعطي ابنها لما تفطمه عن ثديها بتبلش تعطيه بروبيوتيك بلس، بتفتح الحبه وبتفرغها بالبيبرونه تبعيته. ليه؟ لانه هالبكتيريا هي اصلا لتعطيه قوه مناعه. من هون نحن اذا كان عندنا نفخه، هيدي من 20 سنه عرفناها، بناكدها اليوم النفخه بتروح. غازات مثل ما بتقول برومو، نفخه غازات عصر هضم امساك اسهال روائح فم كريهه. طيب انا شو بدي احسن من هودي؟ على اساس هني رموز لمشاكل تانية، بحل هالرموز وما بوصل للمشاكل. يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. صحيح صحيح. نحن موضوعنا جدا حساس لأنه صحتنا هي الأساس فيها. الأساس الأهم، أهم شيء. ونيال، وشوفي الناس كيف بيكونوا مبسوطين مرتاحين. أنا لو ما كل يوم بتلقى، لو ما كل يوم بتلقى، ولو مش رح أقول واحد لأنه أكثر من واحد، اثنين ثلاثة ناس بيعطوني هالإحساس الحلو، الله يلعن اللي بيحط تليفونه على الهوا. أنا ترك تليفوني على الهوا للناس كلها، الهوا مفتوح، حاطط تليفوني بإيدين الناس. يعني تصوري لو كل يوم نص واحد بيتصل فيي ويقول لي الله يلعنك هالبرودوي، كنت من زمان هربت. نشكر الله هالطاقة اللي بتشوفيها عندي، هالقوة، هو نجاحنا من جراء هالناس الطيبين اللي هن اخذوا ثقتهم فينا، ونحن اشتغلنا على اعلى مستوى هون بلبنان، على اعلى مستوى اشتغلنا البروبيوتيك بلس، اكيد بكندا، حتى نجيبه على لبنان ويستفيد منه كل واحد. غير لبنان كمان قديش عم بيكون كمان في استهلاك؟ نجاحنا باستراليا، نجاحنا ببلاد ثانيه، اكيد اكيد بامريكا، نجاحنا بالدول العربيه، نجاحنا بمناطق محيطه فينا اكيد، والاشخاص اللي هن عم بياخذوه على عاتقهم على مناطقهم، وهن ببلشوا مثل كانه ديلر، بصيروا يشجعوا لانه هن بيعرفوا قديش استفادوا بدون يفيدوا غيرهم. نحن عم بنقول اكيد. شكرا كثير لك دكتور كرم، نرجع نشوفك ان شاء الله نحن بعالم الصباح، رح نتابع محطاتنا مع شيف حسين ورشة ملح، خليكن معنا.